قرارات من الممكن الاستفادة من خلالها من جانب المدرب، بعض التجارب، بعض اللاعبين، اكتساب الخبرة، احتكاك بفرق أخرى. هذه التشكيلة والرسم التكتيكي للمباراة واضح من الخطة والرسم التكتيكي بأن الفريق راح يعتمد على طريقة 4-5-1 الهجومية. نستعرض مع حضراتكم تشكيلة نادي أياكس لمباراة اليوم. يلعب بتشكيلة 4-5-1 الهجومية في هذا اللقاء. اعتراض الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، يفقد الكرة، قراءة جيدة للخصم، تمريرة مقطوعة. رايان بابل، بروميس، تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر، يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. بروميس، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة، تاديتش، كرة من مسافة بعيدة سهلة على الحارس. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز، تسويبة من مسافة بعيدة بدون أي خطورة على حارس المرمى. حكيم الزياش، الكرة تعود إلى الخصم، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم، المسافة بعيدة لكن اختار يجرب. شوف التسديدة القوية، لكن لقطة كانت بعيدة تخرج في هذه الصورة بدون أي خطورة. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. رايان بابل، مجهود مميز، حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. بيلعب الكرة إلى منتصف 18، كرة رأسية ما كانت صعبة، بكل أريحية يتصدى لها الحارس. حكيم زياش، فان دي بيك، دوسان تاديتش، زياش عند الكرة الآن، بيلعب لك كرة في وسط المنطقة، والتدخل ممتاز في إبعاد الكرة، ضربة ركنية الآن. يرسل الكرة لوسط المنطقة، كان ممكن تشكل خطورة، لكن الآن مع الفريق الخصم، يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى، عند الكرة في مكان خطير، مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. ركنية ملعوبة في وسط 18، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان، تسديدة يا رباه، يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة.
حارس المرمى الصاحي وتسديد اساسا كانت من مسافه بعيده. المنافس يسيطر على الكره. يتقدم بالكره، فرصه خطيره. تصويبه باتجاه المرمى. الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ مرماه من انفراد صريح في اللقطة الماضية. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. تمريرة للخلف من عرضية. خطورة موجودة. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوخ بدل ضايع. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. النتيجة سلبية مع نهاية الشوط الأول. مستوى متقارب بين الفريقين في الشوط الأول حتى الآن. لا يمكن بداية الشوط الثاني من عند فريق اياكس. الان يخسر الكرة بعد هذا التدخل. اي رؤية، اي دقة. بينية تصل خلف المدافعين. فرصة متاحة. كانت خطيرة جدا، كم ممكن تكون هدف لكن ضاعت. الآن تتحول إلى ضربة مرمى. قدم أداء عادي جدا في شوط المباراة الأول. قدم 45 دقيقة سيئة، ما ظهر فيها كلاعب حاسم، عندما هو أفضل يقدم الشوط الثاني ويقدم صورة مختلفة عن اللي ظهر عليه في الشوط الأول. كرة بتمر بجوار المرمى. تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. تاديتش، يا الله، تصدي خيالي من حارس المرمى. حكم يوقف اللاعب لاحتساب الخطأ في اللقطة السابقة، والآن نشاهد كرت أصفر في هذه اللحظة. تغيير لصالح اياكس. الاستفادة من دكة البدلاء امر ضروري بالنسبة للجهاز الفني. الان الفريق يحاول ان يستغل هذا التغيير ويتمنى بان يكون بمثابة الورقة الرابحة. بينفذ الركنية. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. تمركزه ساعد كثيرا في قطع الكرة. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. لابد أن يتصرف. اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. حكيم الزياش. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. دوشان تاديتش. إبعاد للكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. حارس بقبضة يده يبعدها.
تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. ضغط كبير على الكرة الآن، الفريق يحصل على رمية تماس. والآن مع التغيير، ضخ دماء جديدة، محاولة لإثارة النشاط في أرضية الملعب من جديد، تطبيق خطة الملعب. تبديل الآن يأتي لمصلحة أياكس، ضخ دماء جديدة من جانب دكة البدلاء، محاولة لصناعة الفارق لتغيير حقيقي داخل أرضية الملعب من خلال هذا التغيير. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ممكن فيها فرصة. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. حمل جيد في قطع الكرة. يتقدم للأمام. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. ضغط ينفذ بشكل مثالي على الخصم، يجعل الغير قادر على التصرف في الكرة بشكل مطلوب. وخطأ يحتسب حكم المباراة، واعتقد ان عليه ان يكون اكثر حذرا لان عنده انذار في وقت سابق. كرت اصفر اخر، اللاعب راح يغادر ارضية الملعب من الباب الصغير. كان لازم يكون اكثر حرص، اكثر حذر، بالذات بعد حصول على الانذار الاول. حاول أن يقطع الكرة من بين أقدام الخصم بإعاقته، لكن ارتكب مخالفة واضحة والخطأ صحيح. مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. توقع جيد في قطع الكرة. قد تكون يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. كرة بتضيع، كانت قريبة أمام المرمى، فرصة الهدف الأول في هذا اللقاء، لم يكتب لها النجاح، التركيز مطلوب في مثل هذه الكرات. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. محاولة للوصول إلى المرمى. عرضية تصل إلى الصندوق. الهدف يأتي بعد طول انتظار. شباك تهتز، شباك تتحرك في هذه اللحظات. شوف الدقائق الأخيرة راح تكون أكثر إثارة، أكثر فرص، أكثر اشتعالا في هذه المباراة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. رايان بابل. أوهو، الندم على إضاعة هذه الفرصة. كان من الممكن يسجل هدف في غاية الأهمية، لكن الكرة تخطئ الشباك. تغيير تكتيكي الآن يجري المدرب، تغيير ممكن يساهم في الحفاظ على تقدم الفريق في الوقت المتبقي في الشوط الثاني. حكيم الزياش استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. كرة بتروح للمنافس. عند
يبدأ الكرة الآن. إمكانية للعب كرة عرضية، عرضية لا تمر بسبب الدفاع. إمكانيات الكرة العرضية، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. بربر ركنية واقتراب النهاية، هل من الممكن بأن نشاهد هدف الاطمئنان؟ ركنية في المنتصف، تحولت الفريق الخصم. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. روح قتالية، شجاعة كبيرة، أي ضغوط واجهوها في مباراة اليوم بعد النقص العددي، لكنهم تحدوا كل هذه الظروف، نجحوا في النهاية، حققوا الفوز بطريقة لا تتكرر كثيرا في كرة القدم. مجهود مميز، حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، تصويبة باتجاه المرمى، الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ. فكر في التصويب، كم ممكن يمرر؟ عرضية تصل إلى الصندوق، الهدف يأتي بعد طول انتظار، شباك تهتز، شباك فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. رايا بابل، أوهو، واضح الندم على إضاعة هذه الفرصة.